وصلنا الصناعية الثانية عشان الكرز. اليوم يوم التغطيس في الماي بالهليكوبتر. اليوم بعده في النوم، ما في شد دخل. الساعة 8 موعدنا ويقولوا لنا 7:30، خلانا ما ننام. شوف شوف الطاولات فاضية في الميز، يعني ما في لنا قذوع. جينا على جوعنا وما في قذوع. كبار الشخصيات لازم كافي ولا ما يصلح وياهم. كبار الشخصيات لازم كافي ما يصلح ويانا احنا. لازم نعدل المخ من الصباح. تبي اجيب لك؟ خذ 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 على حسابي، ما جاك في وجهي لك. ذا بالبداله اذا لبس خذ عادي، يعني هديه. خذ خذ مسموح بلاش، شايل هم في الدنيا. اي واحد من متابعيني في السناب يقول لي وش طعم الكيكه اللي يبيها وتوصلها لمحله. زايد زايد كله من عندي. هنا مكان التدريب، هنا بيغطسونه وهنا بيدربونه. هنا الشغل كله، هنا بيدربونه على السباحة. ايه تخاف لا تجي بلاش، والله ناكل لو هاي سويني كافي. اخاف يفهم كلام اللي اقوله. بال ما ظلوا الا 3 حبات كلها كلام، بس لان على حسابي كل يوم بجيب لكم ثلاجة. وجبت ثلاجة جديدة الكيك، موجود كل انواع، وش ما تبي موجود، لا حد يشيل هم، كله على حسابي. بطلع كيك من المخزن عندي في الشنطة وبعطي العامل، يستاهل والله. صديق شي واحد كيك. Thank you. شوف شلون يذوب الحرير ذيل، بس ما يشغلوني ياهم. لا اليوم الغدا غير اليوم، مدلعيننا في الغدا اليوم. اليوم جايب تبولة في الغداء، مدلع الشباب اليوم، يستاهلوا الشباب. الله محييكم، الغداء على حسابي اليوم. أنا هم ما عندي الليمون والفلفل مثل الهنود، ليمون وفلفل وبغلاوة بعد. اليوم بدلع الشباب، اليوم عزيمة. أنا هم ما عندي عصير التوت، ما يتكلم قدام التوت، ما يتكلم. اليوم لا حد يدفع فلوس، اليوم الغداء على حسابي يا شباب. الله محييكم يا شباب، كل الغداء على حسابي. لا خوش غداء والله، خوش برياني هندي، بس انا ما جزيني واحد، انا لازم اثنين. هذا اللحام فنان، مسوي جلسة شباب على الطابق الثاني، ديوانية ذي. وصلنا الفندق وبحجز لي غرفة، نبات الليلة هنا في الخبر. لا والله الجلسات حليوة حقت الفندق، يبي لها تاكية الليلة بعد صلاة العشاء. هنا وهذه الغرفة حقتي. لا كويسة كويسة.
لا حلاوة الغرفة حقتهم، السكن حقهم حلاو يعني زين، أحسن من لا شيء. الله الغرفة مالتي اطلع على الشارع العام، شوف شوف الله. على عاداتي بطلع اخذ لي لفة اتمشى في الشوارع الخبر. دخلت محل حلويات وعجبني ذا المكسرات، قال لي الكيلو ب70 واخذت لي شوية ذوق وحلو يعني. دخلت محل حلويات وابي حلي وماني عارف ويش اخذ، ايش تنصحوني؟ هذا غريب. اوف 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 طاح ذي، والله ما ادري ويش اخذ حق الغرفة. طالع الحلاوة كلها هني طلعت وانا ادور لها، شوفها طالع. دخلت محل حلويات في الخبر وطلع المحاسب يتابعني سناب. تستاهل يا ابو الفدا، تستاهل، الف عافية عليك. الله محييك يا غالي. الله يكرمك. والله ما قصر راعي محل حلويات، العصير مجان، قال لي ببلاش لعيون ابو فدا، بيض الله وجهك. آخ يا جرحي شفتها وتألمت والله الذكرى الحزينة. والله ذا العصير قديم ويذكرك بأيام زمان، أيام منسية. حتى الكتكات مال الخبر قديم قديم. لا حول ولا قوة الا بالله، ضيعت الفندق، كل ما ادخل لفة تطلع غلط، ماني دال الطريق، ما ادري الفندق هو مني هو مني هو مني، ما ادري وين هو، مضيع. لحا تعبت وانا امشي، وين الفندق مالنا؟ ما ادري هم مني هم مني، انا امشي وعلى الله. السلام عليكم. تعرف الفندق مالنا وين؟ الفندق الفندق فندق؟ اي هنا فندق. انا ضيعت في الفندق، فندق حقنا السكن. ايوه عارف انا فندق وين اسمه، الفندق الاديب، ما ادري اديب، ضيعت الفندق انا حتى اسمه ضيعته. هذا الحين بدك تكلم صاحب الفندق؟ اي عشان يشوف. ايوه اني انا ضيعت، دليني. قام يضحك علي يقول لي ضيعت الفندق. ايوه ضايعة، بعد شو نسوي؟ توني ساكن اليوم. وضعنا والله ضعنا، ولو ندري من الفندق ما طلعنا. ضعنا، تعبت وانا امشي والله تعبت. اخيرا دليت الفندق، اوف ما بغيت القاه، تعبت وانا امشي. وبعد عناء ومشقة طويلة لقيت الفندق، تعبت. يلا اطلع صديقي، اطلع خلنا ندخل، اطلع. تبي اقول لك وين احنا؟ في ذا المطعم، مطعم الشيف، مشاوي سيهات. عشان الليلة في سيهات، في جنة الله في أرضى، مشاوي سيهات. وما أدراك ما ساهات، أويلي على مشاوي سيهات أويلي.
وحي الله هالجبيل. مدينة سيهات ترحب بكم، حياكم يا شباب. الليلة عشانا ويا هالجبيل، شوف الابتسامة بس. الله محييكم يا هالجبيل. الله محييكم، ان شاء الله زحف اجيكم من الرميل للجبيل. لا بجيب سيارتي والله شمس. اللي لخاطر يجيونا حياها الله، واللي جوعان بعد يجي. وحتى ذا الهندي تعال تعال كل يونا تعال تعال ما في مشكل. والله في ناس في قلبي ودي اقول اساميهم ما نسيتهم، بس يسوي لساني يعجز. وهذا الشباب يقولوا لي يا ابو فدا اكل اكل، والله ما قادر اكل. لا تلوموا يا شباب، خلص الاكل الحين لوموني. اي واحد من اهل بلده يحياه الله يجيب المطعم، عاوز منهم كلهم. اي واحد من الاحساء يجي حياه الله. هديه مني لاهل الجبيل، بس انزل الاحساء كل واحد لذبيحه مندي. ما نسويها ما تقصر يا ولد. اسويها ودي واحد يسال عني ويقول مشتاق لي، وإذا شافني يحضني. بس وين هو ذي؟ وين هو؟ تعبان بالبدن. مشكورين الشباب يعطيهم العافية. وما قصرت يا أخوي أحمد. حبيبي منورنا على رأسي والله. أكرمكم الله. أنا عافية. يا دي. الله محييكم. بيض الله وجهكم. وهذا صاحب المطعم اللي تعشينا فيه. مهدي العيد. مهدي العيد. وحياكم الله يا شباب في المطعم. بس القابلة عشان عندك. يلا حياك. الله محييك يا غالي. الله محييك. انزل معانا. بيض الله وجهك والله. حبيبي حبيبي. الله محييك. الله يسلمك. تابعني سناب ها؟ خلاص نتابعك ليش ما دبابات غير شكلها هنا في القطيف. والله دبابات غير شكل مالين القطيف، مو زي العدن. هذا محل الحلا مال القطيف. هدوء. بس أسمعكم صوت موسيقى هادئ وحلو.
اهل القطيف اليوم ما ظل شي ما جابالنا. حاضرين لك ابو الفدا. الله محييكم يا اهل القطيف. الله يحييكم والله نورتونا على عينكم. والله وتحقق حلمي وصرت من كبار الشخصيات وقمت اكل بالشاكه. الماي هذا فقط لكبار الشخصيات مو اي واحد، فقط بفدا وكبار الشخصيات.